كل سنه حالاتنا طيبين ومناسبه شهر رمضان. المفروض ان احنا في رمضان بنعمل وجبات جاهزه كتير، بنجيب وجبات جاهزه. طبعا دي عاده متاصله عند الست المصريه اللي بتشتغل، اللي ما عندهاش وقت كتير ان هي تعمل اكل. النهارده حتى بدانا ان احنا نستبدل الوجبات الجاهزه اللي هي مكلفه نوعا ما بوجبات تانية بتعملها الستات بيوت في البيت. ممكن احنا نعتمد على حاجه زي دي، مفيش مانع، بس مش طول الوقت مش باستمرار، لان مهما كان الوجبات الجاهزه دي غير انها مكلفه فهي بتكون ما فيهاش قيمه غذائيه عاليه زي اللي الام بتعملها في البيت، ما فيهاش حرص في عمليه اعداد الماده الغذائيه وتجهيزها. المفروض ان الوالده في البيت او ربه الاسره بتبدا ان هي بتجيب حاجه، بتنتقي الخامات بتاعتها بطريقه سليمه جدا، بتغسلها بطريقه كويسه جدا، بعد كده بتضيف كميه دهون اقل، بتضيف كميه ملح اقل. اكيد ما بيكونش في حد حريص قوي ان هو يعمل لي مكون غذائي سليم وصحي لاولادي اكتر من ان انا هعمله. فبالتالي احنا عايزين نحاول ان احنا نرجع للمائده الرمضانيه بتاعتنا بتاعت زمان، نرجع للاكل بتاعنا العادي، نحاول نعتمد على الاكل بتاعنا من البيت على قد ما نقدر. والله لو انا هحاول اعمل حاجات تكون سهله في التحضير وتكون سهله في الاعداد احسن من ان انا ادور كل يوم على وجبات من بره خفيفه كانت او ثقيله، تكون اسهل في ان انا ما اقفش كتير في المطبخ او اتعب نفسي، يكون افضل كتير. ممكن احنا نستعيد عن الحكايه دي ان احنا نجهز الاكلات بتاعتنا من قبل رمضان فترة في وقت الفطار العادي، ان احنا قبل رمضان هنعمل مثلا تبل اللحوم ونشيلها في الفريزر، هنعمل بشاميل مثلا ونشيله في الفريزر، هنعمل الصلصه بتاعه المحشي مثلا صلصه الخضار. كل الحاجات دي هتساعدني ان انا بدل ما اخد وقت طويل واقف ورا صايمه في المطبخ هقلل الوقت المنفق في عمليه التحضير، وهاخد اكل يكون قيمته غذائيه كويسه وما فيهوش اي مشكله صحيه. كل سنه وانت طيب.